شكرا زميل طه على المتابعة، مشكورين على مدى 24 شوط، وتابعنا الشوط الماضي الشاهينية حسين خالد السوداني سجل دقيقتين و 12 ثانية تغلى مع شوط الختام، مع الشوط الرابع للإخوان السودانيين، يعتبر الشوط الثاني للجعبان. أتقدم بهذا الشوط، أتقدم وأسير على مقدمة هذا الشوط، أتقدم مع المركز الأول الشبابي. الله يا الشبابي، هذا الأسهم الشبابي الصديق أبو خلال يتقدم المشاركين. المركز الثاني هذا 14 عندك النمر عمر طه السوداني، اشكرك يا عمر، واصل مع النمر. المركز الثالث هذا هو، هذا غازي محمد عمر ابو زيد. المركز الرابع 12، المركز الرابع هذا رقم 12 من له، حد عارف المركز الرابع؟ بشوف اني بتاكد منه. هذا شاهين عبد الله علي الشمبري، هذا يا الجعدان، يا سلام، روح هناك، روح يا ابو سعود، روح خلك مع مقدمة الشوطة، خلك مع الشبابي. الله، هذا يمكن يكون ولد الشبابي، هذا مسماه الشبابي الصديق ابو خلال، خلك في الفورمة، ولو كان النمر وصلك النمر يا سلام، النمر يا طه، النمر عمر طه يا سلام، التقوا عمر طه وابو خلال، الصديق ابو خلال وعمر طه يتجول السلام بيني وبين اهالي، اهل الخرطوم اللي اهالي كسره، اللحظات الخرطوم عاصمه بدليك بدليك بدليك، ما طلع يسلم الشبابي، اشكرك يا ابو خلال، قعودك بدا يساب جلال، يا ابو خلال قعودك يساب جلال، روح يا ابو خلال مع شبابي. سمى الصديق ابو خلال سودان بكثرة النمر، عمر طه المركز الثالث 12، هذا عند عبد الله الشمبري المركز الرابع. التوقيت الزمني دقيقتين 12 ثانية، نقدم التهنئة للناموس لراعي الشبابي السيد الصديق ابو خلال السوداني. هكذا متابعي الكرام، ونذكركم باسماء الاخوان الفائزين بهذا الصباح الجميل والمميز.